وقت ايش؟ باهي، انا انس بسباس، طبيب داخلي في حاليا في قسم الجراحه باهي في شارل نيكول. صارت لي الحكايه في 3 مارس 2012. كيفاش صارت؟ وقتها كنت انا الانترن دو غارد في بوكس شيرجي في شارل نيكول، انا وانترن معايا وقتها في من الاورثوبيدي. في النهار هذاك شفنا اكثر من 180 200 حاله تاع جراحه، انواع مختلفه، دي بلاي بار ان بلانش، دي زابسي، دي زاكسيدون، دي زافي بي. رينا وقتها 17 حاله اعتداء بسلاح ابيض، باش نحكي على العنف اللي صاير معناه في البلاد والحاله الاستثنائيه اللي عايشه فيها البلاد. اللي صار وقتها في لحظه معينه دخلوا فرد وقت أربعة حالات دخلت في فرد وقت، دخلتهم وقت الحماية المدنية ودخلوهم أهالي معنى المرضى بيدهم. زوز في مضروبين بسلاح أبيض في كرشهم، واحد في رقبته، واحد في ساق. وقتها في اللحظة ذيك دخلوا الأربع مرضى مع العائلات متاعهم، مع عائلات متاع مرضى أخرين يستناو في الاستعجال لبرا خاطر تطال عليهم الانتظار. اللي هذا يحبني، علاش تعدي على هذا، علاش ما تعديش على هذا. نلقى روحي في كوا دايرين بيا الاهالي متاع المرضى الكل، عدي على هذا ونحنا ماناش عباد ونحنا ماناش شنو، وش بيك هذا وش بيك هذا. لا نجمت نعدي على المرضى اللي وقتها مصابين اصابات كبيره، لا نجمت نتعامل معاهم. حالات خطيره برشا كانت، ما لقيتش لا سيكوريتي معايا، لا لقيت ديزانفيرمي، ما لقيت حتى حاجه تنجم تحميني. في الوقت هذاك حاولت نهدي روحي قد ما نجمت، قلت لهم دقيقه بركه هاني باش نشوف شكون ينجم يعاونني باش نوليو اكثر. في اللحظه ذيك كان فما انتيرن دو انتيرن من دوتغ سيرفيس، معناها جايين باش تاخذوا دي بيلون تاع مرضى راقدين عندهم في الاقسام نتاعهم، حاولوا عاونونا شويه. لا لقيت وقتها في الحال اللحظه ذيك لا لقيت سيرفيان، سيرفيان وقتها يخدم في خدمه اللي قايد في الجيشي، بعد قالوا لي الحكايه. ما لقيت حتى واحد ينجم يعاونني. تعديت وقت استربي كيفاش تعديت، معناها قد ما هدينا اعصابنا، معناها بالحق عباد سكارة وعباد مضروبين وعباد على اعصابها، كيفاش نجمنا نهديو اعصاب العباد. رجع من بعد عنصر الامن اللي حاطينه سيبوزي عنصر امن، حكيت معاه قلت له وين كنت وين مشيت، قال لي انا كريتهم دخلوا كيما هكا. وحكيت مع الفريم لازيد قلت لهم وين كنتوا، قالوا لي نحنا هو في السيكوريتي وقت. قال لي في اللحظه ذيك قال لي انا خفت على روحي، قال لي كان مش نحكي مع واحد فيهم توا يضربني، قال لي انت بالبلوزه نتاعك توا يخافوا منك وتوا تنجم تحمي روحك. عدا انا كان حاطين عنصر نتاع امن سيكوريتي باش يحميني وهو بيدو خايف على روحه، عدا انا كيفاش باش نجم نخدم في ظروف كيما هذه. في رايك كيفاش تعديت؟ في رايك انت توا علاش حاجات كيما هكا تصير اليوم؟ علاش؟ اولا على خاطر نحنا والله اللي يقول حاله استثنائيه عايشه فيها البلاد، يمكن صحيح حاله استثنائيه وانفلات امني، اما الحاله موجوده حسب ما يحكيوا لي ريزيدون ولي سينيور اللي قبلنا، حاله موجوده من قبل، معناها انفلات الامن اللي عايشين فيه والاغريسيفيتي اللي موجوده معناها في الشارع التونسي، معناها حاله من قبل. اما اللي اكثر هو انه ما فماش مقاومات نتاع قسم استعجالي كيما يلزم، اركيتكتور خايبه على الاخر، بوكس نتاع 4 متر وفي 2 متر ويبداو في 2 طب يدخلوا فرد وقت، معناها 5 6 مرضى، كيفاش يدخلوا كيفاش يخرجوا كيفاش تدخل العائلات على الباب الكبير نتاع الاستعجالي. ما فماش امن، يقول لك هكا حاطين لك جيش ولا حاطين بوليسي، الوغ كو هو الجيش يقول لك انا نحمي الممتلكات ما نحميش العباد. العباد تدخل تخرج سوق، تلقى في الحاله العاديه لازم يبدا فما مريض ومعاه واحد بركه من العائله نتاعه مرافق، الوغ كو انت تلقى مريض وتلقى معاه 6 7 مرافقين. شنو السبب؟ على خاطر ما فماش شكون يوقفهم من الباب، يدخل كان المريض ويدخل واحد بركه معاه. تلقى روحك انت معاك المريض ومعاه 6 عامل العائله نتاعه، اللي يسالوك هذا شبيه، اش عنده دكتور، اش عنده دكتور. انت ينزلوا عليك، تلقى عندك بريسيون على روحك ما يخليكش تركز. فهمتني؟ معناها نقص امن فلتان املي كبير في وسط الاستعجالي نتاعنا. ما فماش، يلزم الاستعجالي نتاعنا يتعاود التهيئه نتاعو، تعاود السيكوريتي والامن، ويزيدوا الافكتيف نتاع الاطباء اللي موجودين في الاستعجالي.